campeón, siempre presente, me explico ganador, no le apurete, Copa Mare, suerte de Argentina, la magia cortés es la meta de la garra, que tiene como de pieza hasta pari alena, me explico el día que انسحاب من دوري أبطال إفريقيا إقالة رئيس لجنة الأحباء وإرساليات قصيرة بين جماهير الفريق للمطالبة بإقالة الهيئة المديرة والمدرب. أخبار تم ترويجها هذا الأسبوع الأسبوع الأصعب في حياة النجم الساحلي، أسبوع مضطرب لسحب الطليعة قبل المباراة الهامة ضد ملاحق والترجي الرياضي. والله لا عاد نفهموا شيء تو لحد الان ما عادش فاهمين حتى شيء، شنو برنامجنا، شنو كيفاش حساباتنا، كيفاش ما فاهم شيء. اني واحد من الناس مش فاهمين هذا الشيء. كل صحيح بالحق متغشين على الهيئه المديره، اي صحيح، اما لكن في حالات الغش واحد يلزمه يحكم العقل. ما ثماش واحد ما يغضبش على اولاده، احنا نغضبوا على باطنا وباطنا تغضب علينا، واحد كذا هذيك عائله نتاعنا كويزين انترنا. الترجي الرياضي باسبقيه معنويه كسبها على منافسه في الموسم الماضي مع نتائج عريضه رافقها اداء ممتاز في المباراه الاخيره مع النادي الصفاقسي، عوامل تخدم مصالح ابناء فوز بن زرتي على الورق. حسام هذولي سي فوزي ما بدلش فريق قاعد يربح. والله قاعده في جمعيه هذايا، جمعيه ما دماش ديما تقعد حتى اللي ياتي من خلف ذلك. ما يقلقك ما يقلقكمش توما عاديه. والله ما دمنا نربحوا ما دام ما يقلقناش ديما به. المدرب لطفي الحيم غير الرسم التكتيكي هذا الموسم من 4-4-2 الى 3-5-2 ثم العوده بسرعه في مباراه الترجي الرياضي الى 4-4-2، طريقه تعود بها النجم الساحلي في المواسم الاخيره. شنو هي الاضافه اللي قدمها الاطار الفني جديد للنجم للفريق؟ شنو الاضافه؟ الاضافه هي كون الملاعبيه كل معناتها طيب بالنسبه لنا، معناتها عندنا افكتيف كبير، افكتيف الملاعبيه كل لعبوا، الملاعبيه كل اخذت الفرص نتاعهم، كانت مربوطه كما نقولوا احنا بالليست اللي في كاس افريقيا، فما ملاعبيه تلعب في كاس افريقيا وما تنجمش تلعب في وما تلعبش في البطوله، فما ملاعبيه يلعبوا في البطوله ما ينجموش يلعبوا كاس افريقيا. الظروف هذه خلاتنا معناتها ديما نتصرفوا كل مقابله ومقابلتها. حاليا معناتها مع الاسف خرجنا في كاس افريقيا، عندنا عمل توا يستنى فينا، ان شاء الله من القدام نشوفوا حاجات كبيره معناتها في المقابلات الجايه ان شاء الله. الترجي الرياضي بقياده فوزي بن زرتي واصل على نفس التمشي تكتيكيا ونجح في اغلب مبارياته مع المحافظه على نفس العناصر. سي فوزي ولا ما يغيرش فريق يربح؟ يعني ايه تغير؟ الجمعة اللي فاتت غيرت ثلاثة. حافظت على نفس الفريق. مؤكد فما حتى داعي باش والوي تغير، التغيير لاجل التغيير مستحيل. والمنافسة المنافسة بين اللاعبين. فما منافسة عادي جدا فهمت، لا فما منافسة، فما كل واحد يجي وقته يلعب على روحه فهمت، لا والأفضل هو يلعب. أنت شفت معدل في العالم بدل ما تبدلش. إعلان الحكم السلوفاكي هارياك بداية المباراة، النجم ضغط منذ بداية سيدات بوكاري في انطلاق العملية لعصام جبالي على يسار دفاع الترجي يوزع وزياد الدربالي يسبق أحمد العكيشي. افتكاك الكرة من وسط الميدان، أيمن العياري 1-2 مع بوكاري، العكيشي يوزع وعصام جبالي كورتو تصطدم بالقائم الأيمن. القائم يتصدى لمحرك الكبير ما فهمش يعني ميزان. ربع ساعة لعب الترجي يلقى توازنه، كرة أولى تضيع على بيان فيني بعد توزيعة من خالد قربي. ما فماش تسلجي يتقدم الدراجي. دقيقة 17 الدراجي في انطلاق العملية، الكرة تدور مليح، المساكني بيان فيني مر لمايكل، إكزافي رجع الكرة قدام خليل شمام يروض ويسدد، الكرة تصطدم في المدافع حسام سليمان ويغالط البلبولي. الحمد لله على خدمة نتاع جروب كامل، الحمد لله فرحنا الجمهور هذا اللي جا اليوم ومازال باركور طويل.
من يوسف المساكني وخليه ودراجي اوري بيان فونو ترجع الكره من اول في وقت مبكر ما كان الترجي وصلت الضغط والنجم غابت عليه الحلول الجماعيه. مصعب ساسي يتجاوز اليسون افول يسدد والحارس نواره في الموعد. التصويب والحارس وسيم نوار مجهود فردي من مصعب ساسي انطلق بالكره من حسام سليمان. الترجي كان امام امكانيه مضاعفه النتيجه وسام الدراجي يدرج بالكره في الدقيقه 29 وفي غياب التغطيه الدفاعيه يمر لبان فيني على يسار دفاع النجم الساحلي يوزع والحارس البلبولي يسبق انيرامو. صحيح ما شفناش رياكسيون على خاطر وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي تغلب على وسط ميدان النجم الساحلي وتشوف انت الحلول اللي يلقاها النجم الساحلي هي في تطويل الكره. تطويل الكره تقريبا ما يقلقش دفاع الترجي الرياضي التونسي وشفتوا ان الحارس خرج حتى مرتين ولا ثلاثه ماخذ تعليمات باش يغطي على ظهر المدافعين نتاعنا. والكره تعود بضربه ركنيه لصالح الدقائق الاخيره من الشوط الاول. رجع النجم للضغط على منافسه والكرات الثابته كانت حل من الحلول. دقيقه 44 ركنيه مصعب ساسي بالتنفيذ المدافع الدربالي رجع الكره عصام جبالي تسديده تمر بجانب الهدف. جانبيه من خولش المدرب باش يتصرف فيه كما يحب هو يولي تحت سيطره. اخر فرصه في ال 45 دقيقه الاولى كانت من نصيب عصام جبالي اللي غير مكانه من اليمين اليسار يسدد والحارس نواره في الموعد. عصام جبالي التصويب وكرته ضعيفه في دين الحارس. اختلال التوازن الدفاعي والهجومي بالاضافه الى غياب التنشيط الهجومي بسبب ثقل لاعبي وسط الميدان اجبر المدرب لطفي الحيم على القيام بالتغييرات بدخول كل من حمدي مبروك ومحمد علي نفخه مكان شاكر زويغي وكزافي كوفانا. ما شفناش تنظيم من الناحيه الهجوميه بالنسبه للنجم الساحلي، وسط الميدان ممكن نقطه ضعف بالنسبه للنجم الساحلي، شفنا كزافي ومعه شاكر يظل بطء من ناحيه نقل الهجمه من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، خلى اثر، شفنا الترجي كذلك الواقعيه نتاع الترجي، شفنا قوه الترجي اللي هي على الجهه اليمنى وين موجود هاريسون افول. لكن الحلول الجماعيه غابت والترجي عرف كيفاش يستغل الموقف سهوله كبيره في التنقل من مناطق دفاعيه الى الهجوميه. هاريسون افول فنية كبيرة من هذا اللاعب. دقيقة 58 عصام جبالي في انطلاق كل هجوم للنجم يحتفظ بالكرة يمر لعمار جمل في مركز قلب هجوم والدفاع يتدخل. ولا عمار جمل داخل منطقة الجزاء ودفاع الترجي. الإجابة كانت سريعة هجوم معاكس يقود الدراجي يمر المساكري اللي ما حكمش ترويض الكرة رغم موقعه المناسب. الترجي التونسي وخطير على دفاع النجم بسرعة يتحول له. والله خممت تضربها براسي من بعد جاتني في كرسي قلت عليه كيفاش نركبها. ما جاش في فورمه بالكدا الحمد لله اصحابه وعاونوه وان شاء الله ديما هكا يا ربي ان شاء الله ديما زين. دقيقه 60 مصعب ساسي في هجوم جديد لابناء الساحل يتوغل على الجهه اليسار وكره اخرى تضيع على النجم. المدرب فوزي البنزرتي يقوم باول تغيير في المباراه في الدقيقه 65 دخول واجب وعزي مكان المساكري دقيقه فقط ومنذ انضمامه الى تشكيل الترجي واجب وعزي كاد يضاعف النتيجه. بعد توزيع من الغاني افول على مستوى القائم الثاني والمدافع حسام سليمان في اول مباراه ليه رسميه مع النجم يفسخ هدف بعد راسيه بوعزي. ضربه ركنيه لصالح الترجي الرياضي التونسي الاعاده كانت جماهير النجم احتجت على مردود فريقها احتجاج غير مقبول بعد رمي مقذوفات كانت تصيب حتى لاعبي الترجي الرياضي. الورقة الأخيرة للمدرب لطفي الحيم كانت ياكوبا ديارا مكان العكيشي في الدقيقة 69 ثلاث دقائق من بعد هجوم ينطلق من مصعب ساسي ياكوبا يتجاوز مدافع الترجي سيام بن يوسف ويسدد والتألق كان من نصيب الحارس وسيم نوار. ديارا يتوغل ممتازة ممتازة العملية من ياكوبا ديارا منورة. في الدقائق الأخيرة تحسن أداء النجم وتوفرت أكثر من فرصة. دقيقة 87 مجهود فردي من محمد علي نفخة يسدد باليسار وكورته جانبية. والدقيقة 90 نفخة يمر بوكاري يسدد والدقة تغيب على مهاجم النجم الساحلي. بخاري وجانبية جانبية من مع بعضها وربحها بالفوز في هذه الجولة يأكد الترجي سيطرته على النجم اللي يتكبد هزيمته الأولى هذا الموسم. Yeah.
الحمد لله يا ربي الانتصار هذا جاء في وقته يخلينا نزيدوا نخدموا على رواحنا ونزيدوا نصلحوا اخطائنا. تاكل في التفاح جعت؟ ايه وانت نورمال تفاح ابخي نورمال تبهم. عملت فور كبير اليوم واد دو غرو غرو زيفور دونك مونتالمون سورتو انا بيزي مونتالمون سورتو. منين التفاح؟ منين والله الحمد لله. سي فوزي شنو رايك في الحركه اللي قام بها جمهور النجم تجاهك؟ والله حركه بطريقه نوسونس تاع الناس معناتها يستعرفوا بالجميل وبارك الله فيهم وحاجه معناتها حست في قلبي برشا ونشكرهم وبارك الله فيهم. والجمهور في انطلاق بصفه عامه معناتها في تونس كامله الي اختلا واحد معناتها يخدم معاهم وجي حتى ما نقولش جيب نتائج معناتها يحسوا به يخدم معناتها بكل جديه بكل انضباط معناتها يقعدوا راك النصار. عما خروجكم من كاس افريقيا ذولي خلى ضغط كبير مسلط عليكم شفتنيكم معناتها ياسر التسرع اليوم ياسر كانكم حبيتوا تربحوا باي طريقه. لا والله لا كاس افريقيا في بلاصتها كاس افريقيا خرجنا منها بدينا معنا جينا حبينا نعملوا نتيجه طيبه لكن معنا تشوف ما تسرعناش برشا لعبنا كوره خرجنا بها على جنب خرجنا نضيفه لكن لا غالب نقطة استفهام معناها كيفاش معناها ما مركيناش اليوم لكن نجم نقولوا لعبنا احسن مقابله عندنا ذي من بدا الموسم احسن مقابله لعبناها اليوم. خروج من كاس افريقيا وهزيمه اليوم ضد الترجي في سوسه تنجم تاثر شويه على معنويات اللاعبين تنجم تاثر على مستقبلك معناها شو باللي تو تكلمت شويه باش نحبوا نتكلموا راهو النقاط هذه وعادي باللي شوف ما يلزمنيش المدرب الاجنبي نبداو نهللوا له ونكبروا له والمدرب التونسي نبداو نطبلوا له عاد ندقوله في طبول الحرب وباش ينحيوه وكانه كي باش يغادر فريق ما عنده باش يموت بالجوع اذا فما قرارات واحد ما ينصبش روحه كرئيس جمعيه باش يعمل لي موجاج ولا باش يعمل مانتيام تاع اونترنور خليوا لي زونترنور تخدم ارواحها تحملوا مسؤوليتهم. إذا كان هذا الفوز الرابع تالي للترجي، للترجي اللي يملك أفضل خط هجوم 14 هدف والفريق الوحيد اللي سجل في كل المباريات، شكري شنو اللي رجح كفة الترجي اليوم على حساب النجم؟ يعني الفورمة اللي موجود بها الترجي اليوم وقاعد يأكد فيها من جولة إلى أخرى، الترجي اليوم يتمتع مجموعة شابة و وفيهم لاعبيه دو فالور ليكزامبل دراجي مايكل معناتها في لي كومبارتيمون معناتها الكل عندنا لاعبيه اللي تصنع الفارق اليوم في الترجي في الدفاع كانت عندنا ثغره فيما يخص معناتها البوست معناتها البوست نتاع الارير دروا تصلحت النقطه ذي ولات مجموعه كامله نوعا ما تنجم تتحسن خير خاطر اليوم الترجي جايين التحضيرات نتاع الشامبيونز ليغ يلزم الترجي فما بعض النقاط يلزم يزيد يتقوى فيهم ويتحسن فيهم ولذا مقابله اليوم نشوف كونه الترجي قام مقابله محترمه نظرا نعرفوا اهميه مقابله باش تمشي لسوسه وهام جدا كونك تربح المنافسين نتاعك على البطوله معناتها في الملعب نتاعهم ولذا اليوم الترجي استغل الموقف رغم جاهزيته ولكن الترجي ما ضيعش الفرصه نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي كان نوعا ما ماهوش جاهز في مخه اكثر من بدنه بعد انسحابه من الجمعه اللي فاتت معناتها الترجي كان ينتظر في رده فعل اقوى من النجم اليوم النجم اللي كان مطالب معناها اليوم بالانتصار اليوم النجم عمل مقابلة معناتها محترمة خلق العديد من الفرص عمل معناتها كيما قال جمال قال أحسن مقابلة قامت بها في بداية معناتها الموسم هذا لكن الترجي معناتها تعلمنا كيفاش نخرجوا تعلمنا كيفاش نسافروا رغم صغر سن المجموعة هذه لكن ولات عندنا اسيس ديفونسيف محترمة هوني الميريت يرجع فوزي بزرتي نشوفوا سيام جاء لو جويل معناتها البارك جاء في تيست اليوم نقاوة يلعب في معناتها هذه المقابلة الثانية نتاعو ويأكد رغم صغر سنه يأكد على
امكانياته الباهيه. الوليد معناتها نوار الحارس الشاب زاد سلك عليه شنو رايك معناتها المقابله الثانيه حارس مرمى طبعا حارس واقف حاضر هذا المهم نعرفه هنا معناتها نعرفه عندي معناتها 3 سنين من اللي ريته معناتها وليد يخدم برشا في التمارين معناتها اللي عجبني فيه رغم أهمية المقابلة النادي الرياضي الصفاقسي اللي هي مقابلة كبيرة وما لعبش قبل النوارة والنجم الرياضي الساحلي في سوسة بالذات ويكون جاهز في كل كورة وخاصة قراءة اللعب نتاعو اللي يلعب غالي معناتها يلعب عالي وراء الديفونسوريات ما يخافش معناتها نوارة من الجولة اللي ما يحسبش خاطر نورمون ملاعبي اخر في بلاصته يقول لك لا ما زلت جديد خليني ما ناخذش الريسك ما نغطي على حتى حد الكاج نتاعي مسكر انا ما نغلطش والناس الاخرى تحاسب ما تحاسبش انا اللي عجبني فيه اليوم الجراه نتاعه وشجاعته يعني شجاعته في الاتجاه الباهي وهذا اللي عجبني في نوار اليوم. سيد احمد من خلال الايميلات اللي قاعدين يوصلوا خاصه من احبه النجم معناه ما يحبوش يحكيوا تكتيك وشكون هبط وشكون ما هبطش الى غير ذلك يحبوا قالك معناه يتسائلوا هما تساؤلاتهم الكل تتمحور حول مشكل النجم فين في الممرن في الملاعبيه في الهيئه المديره يعني الناس ولا تحكي خارج الملعب ما عادش يحكيوا على طريقه لعب ولا تكتيك ولا تعويضات وتغييرات الى غير ذلك حسب رايك انت سيد احمد. والله اللي نجم نقوله على النجم الساحلي خارج الملعب هذاك مش من مشمولاتي وما نعرفش تبقى اللي في الملعب كما فهمت اليوم رينا النجم الساحلي نقوله عمل مقابلة محترمة عنا برشا ما ريناش النجم الساحلي يلعب بالكرة اللي لعبها اليوم بالأخص الشوط الثاني بالأخص الشوط الثاني يلعب مقابلة هائلة برشا معناها والتحويرات اللي عملهم الممرن بدخول اللاعب هذا ديارة الولد صغير معناها غير برشا لعب المالي لعب المالي في النسق والولد مصعب ساسي واحد فما عنده 3-4 ملاعبين نجم الساحلي ممتازين ما فهمتش كيفاش ما كانوش يلعبوا قبل هذوما باش نقول لك من الممرن مازال جديد في الفريق باش تنجم ممرن يعمل وقت اللي باش يعمل طريقة لعب اللي باش لعب الجماعي فهمت معناها مش في ليلة ونهار معناها يلزموا على الأقل 4-5 أشهر يفهموا ممرنين باش الملاعبية تتأقلم مع طريقة اللعب نتاعهم يقعدوا بالعامين و3 سنوات معناها مش في ليلة ونهار معناها الممرن وتغير الممرن والوضعية تنجم تكون هي بيدها معناها مش هذا الوضع نتاع النجم الساحلي تبقى إذا كان ولاد صغار وكل ولد صغير مفروض عليه باش يغلط والغلطة هي اللي تعمل له التجربة فهمت إذا كان في الظروف هذه يلزمهم يقبلوا الجماهير وجماهير تبارك الله نجم الساحلي عنده ناس وكما كل الفرق الأخرين يلزمهم يقفوا مع الأولاد الصغار إذا كان ناويين يحبوا يعملوا فريق يحضروا فريق المستقبل على خاطر اليوم نحب ولا نكروا الترجي الرياضي عدى عامين كما برشلونة عدات عامين و3 سنين كما ريال مدريد كل النوادي الكبار هذوما كيما النادي الاهلي اليوم نتاع مصر تجيهم فتره يلزمهم يتراجعوا في عامين باش يرموا امورهم ويرجعوا من الاول جديد ينتقلوا كيما الوضعيه اللي فيها النادي الاهلي. تقول لازم حابين النجم يتقبلوا انه قاعدين يبنيوا في فريق. على خاطر سامحني رازي على خاطر اذا كان باش نقعدوا كل فريق ينهزم نجم الساحلي اليوم خسر الاسبوع الفارط مع الموزمبي حتى اي فريق ما عنده المقدره في افريقيا باش يربح فريق موزمبي في بلاده. ونهزم اليوم مازمبي واليوم انهزم مع الترجي الرياضي الترجي الرياضي واقف على ساقيه الترجي الرياضي اموره واضحه اولاد صغار الاختيارات كانت موجوده الممرن عرف الترجي الرياضي تغير في ليله وضحاها المجموعه هذه عم نور في وسط العام كانت عند ممرنين اخرين في الترجي الرياضي لكن معناها تحب تقول المدرب هو اللي غير الترجي لكن المدرب ما نجمش في جماعه علاش في النجم مثلا المدرب ما غيرش على خاطر جاب ولاد طلع ولاد صغار ما نجمش يعمل هذه حاجه الحاجه الثانيه معناها الملاعبيه فرضا اللي موجودين في الترجي الرياضي ما همش موجودين في النجم اليوم صحيح فما ناس تقول للنجم الساحلي كانوا عملوا انتدابات شوف باش نكونوا واضحين وما غلطوش الجماهير انا ماذا بيا الناس اللي تحكي على الانتدابات بالنسبه للنوادي الكبار يعطيونا يسميونا الملاعبيه الكبار الموجودين في تونس بخلاف الترجي الرياضي ولا النادي الافريقي
الترجي الرياضي ولا النادي الافريقي مش ممكن باش يبيعوا للنادي صفاقس ولا النجم الساحلي. ولهذا الملاعبين الباهين موجودين اليوم حاليا في الزوز فرق هذوما. اذا باش تاخذوا من نوادي اخرين باش تاخذوا نتاع ملاعبيه مش اللي تحب عليهم انت. ولهذا كي تبدا عندك فلوس كبيره موجوده ما تلقاش شكون تشري في السوق التونسيه. في السوق الاجنبيه يلزمك تدور وتتبع بسنوات باش تغلطش تلقاش ملاعبي كيما مايكل شويه. تنجم تلقى في وسط الدفاع، تنجم تلقى في وسط الميدان، في الهجوم العالم ناقص اليوم مهاجمين. انا يقول لي معناتها ولات معناتها الفرق اليوم بين النجم والافريقي والترجي. معناتها نشوفوا خط الهجوم بتاع الترجي الرياضي التونسي. نوع كيما مايكل معناتها انا معناتها ناكد النجم الرياضي الساحلي ولا الافريقي. الملاعبيه موجوده، البرازيل ملوحين، الارجنتين موجود الكاليبر الكبير. الفلوس الامكانيات اليوم ب 500 الف ولا ب 400 الف دولار نجم تجيب اعز ملاعبي في الشيرات هذوما. ولذا هوني يلزم ناس مخصصين تتلاعب بالمهمه هذيا. هوني نوعيه رؤساء النوادي يلزمهم يبعدوا عن الموضوع هذايا. هذا هو الاشكال الكبير. الانتدابات ماهيش قاعده تصير بامور علميه وعباد اخصائيين قاعدين لاهين بالمهمه هذيا. هذاك علاش الجمهور يتنرفز، ملاعبيه تجي، البيوتجي تسمع ب 11 مليار، 10 مليار دوت، اي وينهم الجوارات دو كاليتي؟ وين الالقاب؟ وين الالقاب؟ وين الملاعبيه الباهيه؟ ولذا من حقه زاد الجمهور باش يتغشش. انا وقت اللي نشوفك البيوتجي 11 مليار وما عندي حتى ملاعبي غدوه نجم نبيعه باش ندخل حتى 2 مليار ولا 1 مليار ودمي، ولذا لا ريزولتا تمشي والفلوس قاعده تتصرف. شكون اللي قاعد؟ الى متى؟ شكون اللي قاعد؟ الى متى؟ سيد علي عندك مضيف المباراه هذه؟ لا والله حاجه برك نحب نقولها نعرج على كلام سيد احمد. هو الفرق هذه الكبيره كي الترجي وكيما الرادي الصفاقسي والنجم الرادي الساحلي محكوم عليها تلعب كان على الالقاب. ما ثماش هذا تكوين الفريق. قال الترجي الرياضي، الترجي الرياضي كون فريق تو عنده عميل تالي صار مرحله انتكاس وهز بطوله. النجم الرياضي الساحلي الغلطه فين؟ هو النجم الرياضي الساحلي رئيس الجامعه ما رئيس ما ما قالش الاهداف نتاع الفريق فين؟ يعني باش نلعبوا على البطوله رئيس الجمعيه ما قالش نحن رانا باش نلعبوا على البطوله، رانا باش نلعبوا تكوين فريق، يلزمو يحدد الاهداف نتاعو، لكن كي تجيب مدرب يلزمو بعض الوقت يلزم الانتدابات تكون في كاليبر نتاع النجم الرياضي الساحلي، خاطر انتدابات بكل وضع قال زحمه السوق فارغه، لكن ثم زاد خدمه تاع المدرب اللي هي باش تضيف للفريق. ظهر لي انا الوقت يلزمه شويه وقت المدرب باش يزيد يخدم، والنجم الرياضي الساحلي فريق كبير يلزمه يتلفوا اكثر في الوقت المرحله الصعبه، فهمت ولا وترجع الامور لنصابها. حسين والله عن عمليه تبديل اليوم شفناها في المباراه هذه نشاهدوها مع بعضنا ونحاولوا نفسروها للساده المشاهدين. مش حاجه كبيره اليوم خلاف احتجاج جمهور النجم ورمي الملعب مقذوفات وخطيرة، معناها لمست حتى البوعزي ذول اللي تمس ولا خلي شيء. شكون؟ قربي. القربي او القربي يعني ماذا بينا ما نشاهدوش الحكايات هذوما في ملعبنا ونبعدوا عليها يعني بخلاف هذا ذول ما كانش ثم حاجة كبيرة في كما قلت لك عملية واحدة من شاهدوها هي عملية تبديل كانت بين حمدي المبروك وشاكر الزواغي، شاكر الزواغي يخرج من الميدان نشوفوا هنا العملية. يخرج الميدان ويتجه معنا نحو حجرات الملابس، لكن شاهدنا انه الحكم يامره بالرجوع والخروج من جهه ثانيه للميدان، ما نعرفوش علاش، على خاطر القانون يسمح له شاكر زواغي باش يخرج ما دام الكره واقفه يخرج من اي مكان، واللاعب اللي يدخل ما يدخل الا ما يخرج اللاعب هذا. هذا اجراء في سلوفاكيا يخرج كان من ما نعرفش، لكن هو مش معناها هذا مش خطا فني، لكن خطا في معناها خطا اجرائي نقولوا احنا في الاجراءات نتاع التبديل اللي قام فيه الخطا، معناه هذا الوحيد اللي قام به ممكن الحكم في المباراه هذه. هذا علاش حبينا نشاهده. يعطيك الصحه، اذا نمشيو الان.